السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم بهذا الجزء من المحاضرة عن الفلاجيلا أند سيليا، الأصوات والأهداب. هي عبارة عن زوائد تمثل امتدادات للغشاء البلازمي، ولها دور في إحداث الحركة عند أخذ مقطع عرضي، وكما هو مبين في هذا الشكل في الهدوب أو الصوت، يمثل بأنه مكون من مجموعة من النبيبات الدقيقة المحاطة بغمد غشائي. ترتيبها هذا يكون هذه النبيبات على شكل محيط الدائرة، وتكون بشكل مجاميع مزدوجة من النبيبات بعدد 9 مجاميع، وفي الوسط موجودة أيضا نبيبين منفردة، فلهذا النمط التركيبي يطلق عليه ب9، اللي هي تكون موجودة على المحيط، زائد 2 اللي هي يكون موقعها، يعني النبيبات الدقيقة مركزية. من خلال هذا المقطع العرضي أيضا راح نلاحظ وجود هنا الداينين آرم، داينين آرمز، اللي هو له دور في حركة الصوت والهدوء. هذا هو موقعه. يتصل الهدوء أو الصوت في السيتوسول بالجسم القاعدي، أي البيزل بودي. البيزل بودي تركيبه يشبه تركيب السنتر نيول،